ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ورد في حلية الأولياء وصفة الصفوة عن أبي عثمان سعيد بن عثمان رحمه الله قال: سمعت ذنون يقول، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. وذكر مثله ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان عن بعض السلف أنه كان يقول: والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته، ولا طابت الجنة إلا برؤيته ومشاهدته، إليه وإلا لا تشد الركائب، ومنه وإلا فالمؤمل خائب، وفيه وإلا فالغرام مضيع، وعنه وإلا فالمحدث كاذب. لا إله إلا الله. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن في القلب فاقة لا يسدها أبدا إلا الله تبارك وتعالى، وفيه شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله عز وجل، وفيه مرض لا يشفيه إلا الإخلاص لله تبارك وتعالى، وفيه مرض لا يشفيه إلا الإخلاص لله تبارك وتعالى وإلا طاعته ومحبته. حينها يعرف القلب ربه، ويجد طعم الإيمان وحلاوة المناجاة ولذة وبرد اليقين. هكذا كنا مع الله تبارك وتعالى في رمضان: صيام وقيام، ذكر وتلاوة للقرآن، صنوف من الطاعات أقبلنا فيها على الله رب الأرض والسماوات، نسبح بحمده ونلهج ونهتف باسمه، ندعوه في كل وقت وحين، نرجوه ونؤمله. وبينما نحن على هذه الحال، إذ فجأنا مناد: يا أيها الناس فات رمضان، يا أيها الناس مضى رمضان، يا أيها الناس عظم الله أجوركم،
إنا لله وإنا إليه راجعون، ما بين قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله: ثم لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، في الآية الثالثة في آخرها، ما بين هذه وهذه إلا قول الله تبارك وتعالى: أياما معدودات. نعم، أيام معدودات، سريعا ما مضت وانقضت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن لأول مرة أشعر هذه الآية بهذا الطعم، بعد قول الله تبارك وتعالى: ثم لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. تكملوا عدة رمضان، هكذا خرجنا من رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذا تكبير العيد، منذ أن نرى هلال شوال إلى أن نخرج إلى المصلى، فات رمضان. يفجأك قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكأن هذه الآية بمعنى قول الله تبارك وتعالى: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله ليس معك في رمضان وفقط، هو معك في جميع أحوالك، في جميع أيامك، في جميع لياليك. وكأن هذه الآية فيها تسلية للمؤمنين الذين تقطعت قلوبهم حسرة وكمدا على فوات رمضان: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا لله، رب رحيم كريم جواد ودود، يود عباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والله ما طابت الدنيا إلا بطاعته وبمحبته، ولا طابت الجنة إلا برؤيته ومشاهدته. إي والله، ولعل هذا هو السر الذي به ذقنا طعم الإيمان وحلاوة المناجاة وبرد اليقين، ذقنا أنعم ما في هذه الدنيا، دخلنا جنة الدنيا وبتنا والله لا نود أن نخرج منها. كان الواحد منا قلبه يتفطر والأيام تتسارع وتوشك أن تنقضي في هذه العشر الأواخر، أيام الأنس والاجتماع على الله عز وجل، أيام الخلوة بالله عز وجل والمناجاة ودموع السحر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الله قريب مجيب رحيم سبحانه وتعالى، ولعل هذا هو السر. انتبه، ما طابت الدنيا إلا بطاعته وبمحبته وبالإقبال عليه. والله عز وجل رب طيب، لماذا لا تطيب الدنيا وربنا رب طيب ونبينا صلى الله عليه وسلم طيب وديننا دين طيب والصحابة رضوان الله عليهم طيبون، والجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين دار طيبة. أليس نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن رب العزة فقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بل قد عده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قواعده المسلم من أسماء الله الحسنى: الطيب، رب طيب، ودين طيب، ونبي طيب، نبيكم أطيب نسمة خلقها الله عز وجل في هذا الكون. طابت نفسه صلى الله عليه وسلم، وطاب قلبه، وطابت روحه، وطابت أخلاقه، نبي طيب، أكمل الطيبين وأطيب الطيبين. يعبر عن هذا أبو بكر رضي الله عنه وقد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات، فديناه بآبائنا وأمهاتنا وبأنفسنا.
يكشف الغطاء عن وجهه ويقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا، ما أطيبك حيا وميتا. ديننا دين طيب أحل الله لنا فيه كل طيب. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. النبي الأمي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أحل لنا الطيبات من الأقوال والأعمال والمناكح والملابس والمشارب وكل شيء طيب، أحله لنا النبي صلى الله عليه وسلم وحرم علينا الخبائث بأمر من الله عز وجل. ديننا دين طيب، نبينا طيب، ربنا طيب، وحتى الجنة دار طيبة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم بأن الجنة طيبة، بأن الجنة طيبة، طيبة التربة، بأن الجنة طيبة التربة، طيبة عذبة الماء، وأنها قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. محلة طيبة في دار عدن عند مليك مقتدر، قريبة من رب العالمين سبحانه وتعالى، ولماذا لا تطيب؟ دين الطيبات، كل شيء فيه طيب، فهل أنت طيب؟ هل أنا طيب؟ حدث نفسك بهذا، هل أنت طيب؟ هل أنت من الطيبين؟ لماذا الحديث عن الطيبين؟ وما هو مآلهم عند الله عز وجل؟ وما هي أوصافهم؟ تعالوا بنا نشتاق إلى هذا الوصف الطيب، هو وصف طيب، فهل أنت من الطيبين؟ لماذا الحديث عن الطيبين؟ إن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أنه لا يدخل الجنة إلا الطيبين أبدا، ما يدخلها خبيث، محلة طيبة لا يدخلها أبدا خبيث. تأمل معي هذه الآية، تأمل قول الله تبارك وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يقول السعدي رحمه الله: طيبين أي طاهرين مطهرين، لا يتطرق إلى قلوبهم وإلى إيمانهم شيء يخل به أبدا، طابت قلوبهم بمحبة الله ومعرفته، وطابت ألسنتهم بذكره والثناء عليه، وطابت جوارحهم بطاعته والإقبال عليه سبحانه وتعالى. طابت قلوبهم، طابت جوارحهم، طابت ألسنتهم، طابت مشاربهم، طابت مآكلهم، فحق لهم أن تتوفاهم الملائكة طيبين، سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا يدخل الجنة أبدا خبيث، فمن كان الخبث في أصله كالكافر لا يدخل الجنة أبدا، وإنما يدخل النار خالدا مخلدا فيها، ومن كان خبثه طارئا كسبيا فإنه يدخل النار يمحص فيها حتى يخرج من قلبه هذا الخبث ويطيب ويستحق أن يدخل الجنة. انظر، دار طيبة لا يسكنها إلا الطيبين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال ابن القيم رحمه الله: طبتم فادخلوها خالدين، أي ادخلوها بسبب طيبكم، طيبهم كان سببا في دخول الجنة، ولا يدخلها إلا الطيب أبدا. عرفت الآن لماذا الحديث عن الطيبين؟
فحدث نفسك، هل أنت طيب؟ ثم إن سنة الله تبارك وتعالى أبت إلا امتحان الناس واختبارهم وابتلاءهم حتى يميز الله عز وجل الصفوف من بعضها. قال الله تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، الخبيث في جهنم والطيب في جنة الله عز وجل. فهل أنت من الطيبين؟ فما هو مآل الطيبين؟ قبل أن نذكر أوصاف الطيبين لعلك أن تشتاق وتقول: ما هي أوصافهم؟ ما هو مآلهم؟ ما هي عاقبتهم في الدنيا وفي الآخرة؟ أما في الدنيا فالله عز وجل أخبر أن كل طيب من الرجال والنساء والأقوال والأعمال له ما يشاكله ويقارنه ويصاحبه من الطيب. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال أهل العلم: هذا وصف عام، الطيبات، كل الطيبات في هذه الدنيا للطيبين، ليس الرجال الطيبين للنساء وفقط وليس العكس، وإنما كل الطيبات للطيبين، الطيبات، هذا اللفظ الطيب كله للطيبين من عباد الله عز وجل، الطيبون، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هكذا جعل الله الطيبات للطيبين، هذا في الدنيا. ثم إن الجزاء من جنس العمل، فلما كانوا طيبين جعل الله عز وجل لهم الحياة الطيبة، وهذا المعنى لا يتصوره عقل، من طيب النفس وانشراح الصدر وهدوء البال، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين سيهديهم ويصلح بالهم، معان لو تأملها العقل لطاش، معنى الحياة الطيبة. الله عز وجل أعد لعباده المؤمنين الطائعين الذين يعملون الصالحات الحياة الطيبة في هذه الدنيا، والجزاء الحسن في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا أجرهم إجمالا في الدنيا. أما مآلهم عند الموت فإن الملائكة تبشرهم، تسلم عليهم، تطمئنهم، لا تفزعهم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، تبشرهم. وفي حديث البراء المعروف الذي في مطلعه: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، هذا العبد المؤمن ملك الموت حينما ينادي نفسه وينادي روحه وينادي هذه النفس، يقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. يا أيتها النفس الطيبة، يبشر وهو في سياقة الموت، فلا يفزع ولا يحزن ولا يتألم، وإنما يسلم عليه ويحيى بالتحية الطيبة إلى غير ذلك. ما بالك بهذا الرجل؟ إذا كان هذا عند الاحتضار فماذا عند الموت؟ فماذا في الجنة؟ في الجنة الدار الطيبة التي أعدها الله عز وجل لعباده الطيبين، وعد الله الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذه الجنات جنات طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن، هذه في سورة التوبة، وأخرى في سورة الصف، وغيرها من الآيات كثيرة. جنة طيبة ومساكن طيبة في جوار رب طيب، هذا مآل الطيبين، هذا مآل الطيبين في الدنيا وعند الاحتضار وفي الآخرة، في جنات ونهر، في مقعد صدق
عند مليك مقتدر، فما صفات هؤلاء الطيبين حتى تحدث نفسك؟ هل أنت من الطيبين الذين طابت قلوبهم، طابت نفوسهم، طابت جوارحهم، طابت ألسنتهم، طابت أخلاقهم؟ كل هذه أوصاف لعباد الله الطيبين. أما قلوبهم فطابت بمحبة الله والأنس به وبمعرفته. قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال ابن القيم: جمهور المفسرين على أن المراد بالثياب هنا القلب أو النفس، وثيابك فطهر يعني قلبك يعني نفسك. وقال الله تبارك وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قال أهل التفسير: هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لقلب المؤمن حينما ينزل عليه الوحي، فهو كالغيث الذي به تحيا الأرض، فالوحي هو حياة القلوب كما أن الغيث هو حياة الأرض. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، هذا الوحي إذا نزل على قلب طيب لا يخرج إلا كل طيب، لا يخرج إلا إيمانا بالله وتصديقا به وبنبيه صلى الله عليه وسلم، لا يخرج إلا معرفة بالله، أنسا به، محبة له، خشية، تعظيم، إنابة، توكل. كل هذا من معاني طيب القلب، كل هذا من معاني طيب القلب، هذا القلب الطيب الذي لا يخرج إلا طيبا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. وضرب الله عز وجل مثلا آخر في كتابه، ضرب الله مثلا، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، في قلب العبد المؤمن كالشجرة التي أصلها ثابت جذورها ضاربة في قلبه. ما هذه الشجرة؟ شجرة الإيمان، شجرة الإيمان في قلب العبد المؤمن أصلها ثابت راسخ في قلبه وفرعها في السماء تؤتي أكلها. هذا نفسه نظير قوله تبارك وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها. لا تؤتي، متى تؤتي من الأكل إلا كل طيب؟ شجرة طيبة، كلمة طيبة، كلمة التوحيد وشجرة الإيمان في قلب العبد المؤمن. هكذا ضرب الله عز وجل لهذه القلوب الطيبة الأمثلة التي أنست بالله وبذكره وبتلاوة القرآن وبتوحيد الله عز وجل وبكل طيب. هكذا طابت الجوارح، طابت الجوارح وطابت الألسنة، وهدوا إلى الطيب من القول وإلى صراط وهدوا إلى الطيب من القول وإلى صراط العزيز الحميد. وهدوا إلى الطيب من القول بعد أن أخبر أنهم في الجنة يتنعمون فيها. وأحد التفسيرين في هذا أنهم هدوا إلى الطيب من القول في الدنيا جزاء طيبهم، فلا يتكلمون إلا بما يرضي الله، لا يتكلمون في هذه الدنيا إلا بذكر الله عز وجل وإلا بمرضات الله عز وجل. وهدوا إلى الطيب من القول وإلى صراط العزيز الحميد. طابت جوارحهم، طابت أعينهم، طابت أسماعهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم، فالعين لا ترى والأذن لا تسمع واليد لا تبطش والرجل لا تمشي إلا في مرضات الله عز وجل وإلا في كل طيب يحبه الله عز وجل ويرضاه. فهل أنت من الطيبين؟ هل أنت من الطيبين؟ حدث نفسك بهذا المعنى. أولئك الطيبين أيضا من أخص صفاتهم أنهم فاضت هذه الطيبة التي في قلوبهم وفي جوارحهم وفي ألسنتهم على أخلاقهم، فلم تفرز إلا كل خلق طيب وإلا كل سمت صالح وهدي حسن. أخلاقهم طيبة، لا يعرفون كذبا، لا يعرفون غشا، لا يعرفون غيبة ولا نميمة، لا يعرفون مراوغة،
لا يتكلمون بألسنتهم بأشياء تخالف ما في قلوبهم فيكذبون أو يراوغون أو يلفون ويدورون. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، أولئك الطيبين الذين صحبوا النبي الطيب. انظر إلى هذا الرجل الذي يخرج في كل مرة في 3 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطلو عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يطلو عليكم الآن رجل من أهل الجنة 3 مرات. ما حال هذا الرجل؟ قصة كلكم تعرفونها. يقول: غير أني أبيت وليس في صدري شيء لأحد. هذا طيب الخلق، خلقه طيب، صدره سليم. انظر إلى قصة الأنصار لما وجدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حينما تألف جماعة من المهاجرين وأعطاهم وأجزل لهم العطاء وترك الأنصار. جاءه سعد بن عبادة يحكي له ما وجد الأنصار في قلوبهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قصة لا أجد تعبيرا لها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت يا سعد، هو ينقل كلام الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت يا سعد ماذا تقول؟ ماذا قال سعد؟ أنا أحكي عن الناس، أنا أتكلم عن آخرين. حاول أن يراوغ، حاول أن يتكلم بشيء ليس في قلبه أبدا، وإنما قال: والله يا رسول الله، ما أنا إلا رجل من القوم. صراحة ما في قلبه يبوح به. ولمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. على من يدلس؟ على من يخفي؟ والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سلامة في القلب، شفافية، لا يعرفون كذبا ولا يعرفون غشا، لا يعرفون مراوغة، لا يعرفون حسدا، لا يعرفون غيبة، لا يعرفون نميمة، لا يعرفون فحشا، لا يعرفون بذاءة. فهل أنت من الطيبين؟ حدث نفسك بهذا المعنى الذي هيجه قول الله تبارك وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طيبين، يقولون سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والله ما طابت الدنيا إلا بطاعته ومعرفته، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته ومشاهدته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، لا إله إلا هو سبحانه وبحمده. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، نبيه المرتضى ورسوله المجتبى. أشهد أنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فلعلك الآن قد اشتقت إلى هذا الوصف: الطيبين. وحتى تكون من الطيبين ما بقي إلا أن نعرف السبيل الذي نسير عليه حتى نكون من الطيبين. أولا، تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، الخصلة الجامعة لكل خير، وصية الله عز وجل للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. كل هذه السبل أو الطرق التي سنذكرها إن شاء الله، هذا بعض من كل، وهي سبل كثيرة. هذه أوضح هذه السبل، تنقسم إلى قسمين: قسم خاص قاصر عليك، وقسم عام متعد. هذا القسم الخاص أوله التقوى، وهي خصلة كلكم يعرفها، جماعها العمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله،
وترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. لكن لعلك في كل وصف وفي كل سبيل تحتاج إلى قلبك، تحتاج إلى استشعار هذا المعنى حتى تسير عليه بهمة لا ينفصل فيها القلب عن العقل. وإلا ما أكثر ما ينفصل القلب عن العقل فلا يوفق العبد، فإنه يحتاج أحوج ما يكون إلى قلبه. هذه الخصلة تأملها في كتاب الله عز وجل، وتأمل أوصاف المتقين تجد عجبا. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في مقام أمين، إن للمتقين مفازة، إن للمتقين، إن للمتقين. هذا كثير جدا في كتاب الله عز وجل يطير معه العقل، هذا وصف يشتاق إليه القلب. لا تنظر إلى هذه الكلمات أنها كلمات عامة، كلمات فضفاضة، أنزل هذا الكلام على قلبك وعلى نفسك واسعى في تحقيقه. أولا تقوى الله عز وجل في السر والعلن، الخصلة الجامعة لكل خير. ثانيا محبة الله تبارك وتعالى وتعظيم أوامره واجتناب نواهيه. واعلموا أن من اجتهد أو من سعى في هذا وفق إليه بإذن الله عز وجل. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا لا يأتي فجأة ولا يأتي مرة، وإنما يأتي بمجاهدة ويأتي بسعي ويأتي بطلب، وهذا الذي يوصلك إلى طاعة الله عز وجل وإلى خدمته. كما قال القائل وكل ربك ذا حب لتخدمه، إن المحبين للأحباب خدام. إذا أحببت الله عز وجل سعيت في طاعته واستلذذت وتلذذت بمناجاته وبتلاوة كلامه وبالصلاة والخشوع له وبذكره وبكل الطاعات، لا تطيب أبدا إلا بمحبة الله عز وجل. فإن القلب لا يأنس إلا بمحبوبه، ولا يجتهد إلا في إرضاء محبوبه، ولا يخلص إلا لمحبوبه. وهذه هي الثالثة، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص، إخلاص العمل لله، والمتابعة إكسير القبول. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الرضا عن الله عز وجل، وهذا معنى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه الكلمات التي بها يجد المؤمن حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فيرضى بكل ما يأتيه من الله، يرضى بقضاء الله وقدره، ويرضى بكل شيء يأتيه من ربه ومولاه، فلا يتسخط، فقلبه لله عز وجل سليم، ليس فيه شرك، ليس فيه بدعة، ليس فيه غل، ليس فيه حسد، قلب سليم الذي لا يقبل الله عز وجل إلا هو. هذه بعض الصفات العامة الخاصة التي هي في خاصة نفسك. وأما الصفات المتعدية فهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيلة حتى تكون من الطيبين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وظيفة النبيين والمرسلين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذه وظيفة الأنبياء ووظيفة المرسلين، الدعوة إلى الله عز وجل. ومن أحسن دينا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وظيفة الأنبياء والمرسلين، هؤلاء الذين يرفعهم الله عز وجل فوق الخلائق، الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم حسن الخلق، جاهد أن تحسن خلقك، هذا سمت الطيبين، حسن الخلق، تنضح عليهم قلوبهم وجوارحهم خلقا حسنا، فلا يعرفون إلا بالسمت الحسن والخلق الطيب والهدي الصالح الذي يعاملون به الناس. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا،
الموطؤون أكنافا، وهذا يعني لين الجانب، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صححه الألباني في الصحيحة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار، بمن تحرم عليه النار، ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ إنما تحرم النار على كل هين لين سهل قريب. هذا حديث عجيب، تحرم النار على كل هين لين قريب سهل. هكذا المؤمن هين لين يألف ويؤلف، يخالق الناس بخلق حسن، ويعرف بحسن السمت وحسن الخلق، وهذا وصف من أوصاف الطيبين، طابت قلوبهم بمعرفة الله وبمحبته وبالأنس به، وطابت ألسنتهم بذكره والثناء عليه، وطابت جوارحهم بطاعته والإقبال عليه. ما طابت الدنيا إلا بطاعته، وما طابت الآخرة إلا بعفوه، وما طابت الجنة إلا برؤيته. اللهم طيب قلوبنا، اللهم اجعلنا ممن تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وممن تقول لهم الملائكة وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ونسألك الفوز بالجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ونعوذ بك اللهم من النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. ربنا توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مبدلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.